أهلا مرحبا بكم، نشرة أخبار الثامنة من قناة الموريتانية. نبدأها كالعادة بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يستقبل بالقصر الرئاسي الأمينة الدائمة لمجموعة الخمس في الساحل. الجمعية الوطنية تصادق بجلسة علنية على مشروع قانون التأهيل من أجل تغيير قاعدة الوحدة النقدية للعملة الوطنية. بلادنا تخلد اليوم العالمي للغة العربية وتكرم عددا من الشخصيات الثقافية المهتمة بلغات الضاد. مرحبا بكم. استقبل رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز صباح اليوم بالقصر الرئاسي السيد الحاج محمد ناجيم الأمين الدائم لمجموعة الخمس في الساحل التي يوجد مقرها في نواكشوط. وجرى اللقاء بحضور اللواء محمد الزناقي والسيد أحمد العلي خبير الأمن والدفاع بمجموعة الخمس بالساحل. وأدلى الأمين العام لمجموعة الخمس بالساحل في أعقاب اللقاء بتصريح عبر خلاله عن سعادته بمقابلة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز في الذكرى الثالثة لإنشاء منظمة مجموعة الخمس. تشرفنا بمقابلة فخامة رئيس الجمهورية في هذا اليوم المبارك الذي يصادف الذكرى الثالثة لإنشاء منظمتنا الفتية مجموعة الخمس في الساحل في مثل هذا اليوم من سنة 2014. وقد تشرفنا كذلك بتلقي الإرشادات القيمة من فخامته فيما يخص تسيير المجموعة وخاصة موارد القوة المشتركة التي تعلمون أنها حصلت على 60% من تمويلاتها. وقد أوصانا فخامة الرئيس بأن تأخذ الأمانة الدائمة مسؤولياتها في تسيير هذه القوة وتسيير الموارد المخصصة لها. وأنتم على علم كذلك باللقاء الأخير لقادة الخمس بالساحل في باريس مع المانحين وبلقائهم كذلك في النيجر لتخليد الذكرى 59 لإعلان الجمهورية بالنيجر البلد العضوي والمؤسسي للمجموعة. وقد أعطانا فخامة الرئيس نصائح قيمة فيما يخص التسيير الأمنية والعسكرية للمجموعة وما يتعلق أيضا بالتسيير الإداري والسياسي للأمانة الدائمة للمجموعة. ولا أخفي عليكم في هذا الصدد أن الرئيس كان أكثر اطلاعا بتفاصيل مشاكل المجموعة وأمورها بكثير من الأمانة الدائمة. لقد تشرفنا بهذا اللقاء وتزودنا بالنصائح والإرشادات التي قدمت لنا على المستوى السياسي والإداري والأمني والعسكري. صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة عقدتها صباح اليوم تحت رئاسة رئيس الجمعية السيد محمد بن البيليل على مشروع قانون التأهيل الذي يسمح للحكومة باتخاذ أمر قانوني لجميع الإجراءات الضرورية من أجل تغيير قاعدة الوحدة النقدية للعملة الوطنية. مثلت الحكومة في هذا الاجتماع أو مثلت على الأصح من طرف الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. خصصت هذه الجلسة العلنية التي انعقدت برئاسة رئيس الجمعية الوطنية السيد محمد بن البليل لنقاش مشروع قانون التأهيل رقم 17158 الذي يسمح للحكومة طبقا للمادة 60 من الدستور باتخاذ أمر قانوني بجميع الإجراءات الضرورية من أجل تغيير قاعدة الوحدة النقدية الوطنية. الجلسة استهلت بقراءة تقرير لجنة المالية والذي تضمن شرحا لأهداف هذا التغيير الرامي إلى إصلاح النظام النقدي لبلادنا والمساهمة في مواكبة الآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني خصوصا بعد الاكتشافات النفطية والمعدنية وسياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة. مداخلة السادة النواب تناولت حيثيات هذا الإجراء الجديد والتخوفات المحتملة من تخفيض مقنع لقيمة العملة مؤكدين ضرورة مراقبة السوق النقدية لتجنب اختلالات اقتصادية إضافة إلى القيام بحملات تحسيسية حول أهمية إيداع الأموال في البنوك ومحاربة تهريبها والوقوف بحزم ضد محاولات تزويرها. وردا على استشكالات السادة النواب أكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد محمد الكمبو أن هذا الإجراء تم اختياره من بين إجراءات أخرى قد تسبب تضخما في الاقتصاد مؤكدا أن الحالة الاقتصادية للبلاد مطمئنة وأن الدولة وقعت عدة اتفاقيات مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ولا تتضمن أي بند يشير إلى تخفيض قيمة العملة الوطنية، مبرزا أن السرية التي اكتنفت إعداد هذا الإجراء كان بهدف قطع الطريق أمام الشائعات التي قد تضر بالاقتصاد الوطني.
وفي الأخير تمت المصادقة على مشروع القانون المذكور. كما صادقت الجمعية الوطنية زوال اليوم خلال جلسة علنية برئاسة السيد محمد والبيليل رئيس الجمعية على مقترح توصية حول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصادر بتاريخ 6 دجنبر 2017 القاضي بالاعتراف بالقدس الشريف كعاصمة للكيان الصهيوني وتحويل مقر السفارة بلاده لدى هذا الكيان هناك. وتكفل رئيس الجمعية الوطنية بإحالة هذه التوصية إلى الجهات المختصة. صادقت الجمعية الوطنية خلال جلستها العلنية التي انعقدت برئاسة رئيسها السيد محمد البويليل على مقترح توصية حول قرار الرئيس الأمريكي المتعلق بالقدس. وقد أكدت الجمعية الوطنية من خلال هذا المقترح وباعتبارها ممثلا للشعب الموريتاني رفضها المطلق لهذا القرار الجائر انسجاما مع مبادئها وتطلعات الشعب الذي انتخبها، وتؤكد أنه قرار باطل ولا يترتب عليه أي أثر قانوني على الوضع المستقبلي للمدينة والمقدسات الموجودة بها، داعية الإدارة الأمريكية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار المضر بمصالح الشعب الأمريكي قبل أي شعب آخر، وضرورة احترام القانون الدولي والحرص على لعب دور إيجابي في إقرار السلم والاستقرار الدوليين. وأهابت الجمعية بالشعوب العربية والإفريقية والإسلامية وأحرار العالم وجميع محبي السلام للتعبير عن رفضها لهذا القرار بشتى السبل المتاحة، وممارسة كافة أساليب الضغط على حكوماتهم للعمل على أذن الإدارة الأمريكية عن قرارها وإلزامها بالقانون الدولي. كما تلزم الجمعية الوطنية الحكومة الموريتانية التي كان لها شرف طرد سفارة الكيان الصهيوني من بلادنا باتخاذ كافة التدابير الدبلوماسية الممكنة لتحصين الإجماع الدولي الرافض لهذا القرار، والتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين والعرب والمسلمين والأصدقاء في العالم كله من أجل حمل الإدارة الأمريكية على مراجعة قرارها، والعمل على عقد قمة عربية وأخرى للاتحاد الإفريقي لنقاش هذا القرار وتداعياته واتخاذ ما يلزم، ومواصلة دعم الشعب الفلسطيني الأعزل وقضيته العادلة وعدم الخنوع لأي ابتزاز في هذا المجال تحت أي مسمى أو ذريعة، مثمنة موقف الحكومة الموريتانية المعبر عنه في بيان وزارة الخارجية والتعاون بهذه المناسبة. وكلفت الجمعية الوطنية من خلال هذا المقترح رئيسها بإحالة هذه التوصية إلى رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى وزعيم المعارضة ووزارة الخارجية والكونغرس الأمريكي والاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي والبرلمان الإفريقي واتحاد البرلمانات الإسلامية والبرلمان الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والأمانة العامة للأمم المتحدة. ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية ميزانية وزارة المياه والصرف الصحي وميزانية الوزارة الأولى في قانون المالية الأصلي لسنة 2018، وخصصت نفس اللجنة جلستها المنعقدة مساء أمس لمناقشة مشروع قانون تأهيل يسمح للحكومة باتخاذ أمر قانوني لجميع الإجراءات الضرورية من أجل تغيير قاعدة الوحدة النقدية الوطنية. خصصت اللجنة المالية بالجمعية الوطنية هذه الجلسة التي انعقدت برئاسة السيد طالب مصطفى المحمد الأمين رئيس اللجنة لمناقشة مشروع قانون تأهيل رقم 17158 يسمح للحكومة تطبيقا للمادة 60 من الدستور باتخاذ أمر قانوني لجميع الإجراءات الضرورية من أجل تغيير قاعدة الوحدة النقدية الوطنية. وقد تابعت اللجنة خلال هذا الاجتماع عرضا مفصلا قدمه الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد محمد الكمبو استعرض فيه أسباب تغيير قاعدة العملة الوطنية. وفي جلسة أخرى لهذه اللجنة تمت مناقشة ميزانية الوزارة الأولى في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2018 والتي وصلت إلى 2,164,800,353 أوقية. وخلال الاجتماع تابعت اللجنة عرضا قدمته مديرة ديوان الوزير الأول الدكتورة مقبولة مدبرديت استعرضت فيه مختلف بنود الميزانية المذكورة.
كما ناقشت نفس اللجنة في جلسة ثالثة برئاسة السيد طالب مصطفى والمحمد الأمين رئيس اللجنة ميزانية وزارة المياه والصرف الصحي في قانون المالية الأصلي لسنة 2018، وتصل ميزانية هذه الوزارة إلى 3,481,492,847 أوقية. وخلال الجلسة استعرض وزير المياه والصرف الصحي السيد يحيى العبد الدائم مختلف بنود الميزانية المذكورة. خلدت بلادنا أمس اليوم العالمي للغة العربية من خلال أنشطة للمركز الموريتاني للدفاع عن اللغة العربية، وتضمنت الفعاليات المخلدة لهذا اليوم سهرة أدبية تحت إشراف وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة، تخللها تكريم عدد من الشخصيات الثقافية. اليوم الدولي للغة العربية ظرف حدد بالتاريخ وحددت مفرداته بلغة الضاد لتتساوق في ترتيبها اللفظي معربة بقواعد العربية الخالدة. اليوم الدولي للغة العربية في سياق المفهوم تخليد للغة، وفي سياق الفهم المتتابع عبر أجيال الأمة تتحدد لغات التخليد اللغة العربية وعاء حضارة الأمة ومستودع قيمها. في الجانب الرسمي تتماهى الفعاليات مع رسمية العربية مكتوبة ومقروءة، وفي جوانب متعددة تبرز ضرورة العض بنواجذ جهابذة الألفاظ ونقاد المعاني على إرث كتب بالعربية عزة لأمة العربية. وبين مآذن ومحاضر ومحابر أرض شنقيط يخلد مجد العربية وتخلد في السهرات والندوات، وهي تمضي بعصامية لا تقهر رغم عاديات الزمن المتسارع. وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين آل الشيخ يعبر باسم الدولة الموريتانية في احتفالية ساهرة بعيون العربية عن تمسك البلد والشعب بالعربية لغة لا تقبل البدائل مع قبول الآخر بلغته. وفي عيون اللغة الساهرة كفكفت دموع الحزن على واقع ربما يرى الكثيرون فيه قسوة أحيانا ودون مبرر على العربية، لكن موريتانيا لها موقفها الثابت الذي يجمع من يجمع على ضرورة الذود عن حياض اللغة. المركز الموريتاني للدفاع عن اللغة العربية يطرق التظاهر من باب التمكين للغة العربية بين التفعيل والتعطيل. المناسبة جمعت أساتذة ومهتمين باللغة والأدب ذكروا بمحورية الدور الحضاري للعربية. أدرك فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز هذه المكانة مبكرا، فأولى لغة القرآن ما تستحقه من العناية سواء في خطاباته الرسمية أو الأعمال المنهجية والتطبيقية. وأؤكد هنا أن عنايتنا باللغة العربية لا تعني الانغلاق أو عدم الانفتاح على الآخر، فمنهجنا في ذلك اطلبوا العلم ولو بالصين. وقديما قال العرب: من ازداد لسانا فقد ازداد إنسانا. رئيس المركز الموريتاني للدفاع عن اللغة العربية السيد محمد السيدي عبد الله استنهض بالمناسبة همم حماة اللسان العربي، وفي مركز القضايا العربية تتخذ اللغة العربية مكانها واسطة عقد يأبى الانفراد. ونلفت عناية مشاهدينا الكرام إلى أن حلقة الليلة من برنامج تحت الضوء التي تأتيكم بعد هذه النشرة تتناول حدث تخليد بلادنا ليوم اللغة العربية. ضمن الفعاليات المخلدة للعيد الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، نظم مركز التكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة احتفالية بهذه المناسبة، تم خلالها تدشين وحدة صحية بالمركز تحت إشراف وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة. كما تميز الحفل أيضا بتوزيع جوائز على التلاميذ والأطفال المتفوقين في السنة الدراسية الماضية تشجيعا لجهودهم وإسهاما في تحديهم للإعاقة ودمجهم في المجتمع. مركز التكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة يحتفي بالفعاليات المخلدة للعيد الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنظيمه لهذه التظاهرة الاحتفالية التي تميزت بزيارة وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة السيدة ميمونة منت التقي رفقة وزير التهذيب الوطني ومفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني، وكانوا محل استقبال وحفاوة من لدن أطفال المركز. نقاومه حيث جاس ومر نرجي
نرشد إن مع العسر يسرا. وخلال هذه الزيارة تم قطع الشريط الرمزي إذانا بتدشين وحدة صحية بالمركز مزودة بالمستلزمات الطبية والأدوية، وتعرف الوفد الوزاري على طبيعة الخدمات والإسعافات الأولية التي تقدمها الوحدة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالمركز. بعد ذلك تجول الوفد الوزاري أيضا في أقسام مركز التكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة، والتي تضم أقسام التوحد وروضة الأطفال والإعاقة الذهنية، إضافة إلى الفصول الدراسية من التعليم الأساسي للصم والمكفوفين. وتم خلال الجولة توزيع جوائز تشمل أدوات مدرسية وملابس على التلاميذ المتفوقين في السنة الدراسية المنصرمة. وتلقى السادة الوزراء شروحا مفصلة قدمها مدير المركز السيد عبد الرحيم الحمادي حول طرق وأساليب تدريس المناهج التربوية لهذه الفئة الهامة من المجتمع وورشات العمل التي يضمها المركز والتحديات المطروحة أمامه، إسهاما في تعزيز قدرات التلاميذ الذهنية ودمجهم في الحياة النشطة. الزيارة شكلت فرصة لاستماع وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة والوفد المرافق إلى بعض المشاكل التي طرحها بعض تلامذة المركز من المكفوفين والمتعلقة بترقية مستواهم التعليمي والمهني، وتعهدت بإيجاد الحلول المناسبة لها والعمل على توفير الحماية الاجتماعية لهم ودعم أدائهم التعليمي. هي إذن زيارة تفقدية تجسد حرص الحكومة على تطوير المنظومة التربوية بالنسبة لفئات ذوي الاحتياجات الخاصة سبيلا إلى التخفيف من معاناتهم وتحسين ولوجهم لجميع الخدمات الاجتماعية وضمان حماية حقوق الإنسان. نظمت المنظمة الدولية للهجرة بقاعة المتحف الوطني ليلة البارحة حفلا بمناسبة تخليد اليوم الدولي للمهاجرين، وقد تميز الحفل الذي جرى بحضور الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية السيد محمد والسويدات وعدد من ممثلي الهيئات والمنظمات الدولية، تميز بعدة عروض وفقرات سلطت الضوء على جوانب هامة من حياة الدول التي تشكو من الهجرة. معرض متنوع الملامح لصور فوتوغرافية ترصد أبرز الأنشطة والتدخلات التي يقوم بها مكتب المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الأمم المتحدة للهجرة ببلادنا، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الدولي للمهاجرين الذي يصادف 18 من ديسمبر من كل عام. الحفل المنظم تخليدا لهذا اليوم تحت شعار هجرات آمنة في عالم متنقل شكل مناسبة لممثلة المنظمة الدولية للهجرة في بلادنا السيدة أنكستروز، وذلك للتعبير عن ارتياحها العميق لمستوى التعاون المثمر والبناء القائم بين منظمتها وبلادنا خلال السنوات الثلاثة الماضية في مجال حماية وإعادة دمج المهاجرين العابرين أو الذين يعيشون في ظروف هشة مع العمل على محاربة الهجرة غير القانونية. مؤكدة في هذا النطاق أن المنظمة الدولية للهجرة قامت بتنويع مجالات تدخلاتها بفضل الدعم الثابت الذي تقدمه الجهات المانحة، خاصة الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا، مضيفة أن هذه التدخلات شملت مجالات تسيير الحدود وتدريب الشباب ودمجهم في المجال المهني. كل ذلك تضيف السيدة أنكستروز تم بالتعاون الوثيق مع الحكومة الموريتانية. تخليد اليوم الدولي للمهاجرين تميز بتقديم نماذج متنوعة من المطبخ الإفريقي الثري بالوجبات، خاصة لدى بعض الدول التي تشهد موجة من الهجرة لأسباب مختلفة، وهي الأسباب التي كشف التقرير الصادر عن الأمم المتحدة بمناسبة هذا اليوم أنها دفعت ما يقارب 258 مليون مهاجر في العالم إلى العيش في بلدان غير بلدانهم الأصلية. أطلقت الإدارة العامة للنقل البري بوزارة التجهيز والنقل صباح اليوم عمليات تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإعداد البطاقة الرمادية البيومترية للسيارات. أشرف على انطلاق هذه العملية الأمين العام لوزارة التجهيز والنقل بحضور الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة. من هنا بالإدارة العامة للنقل البري ومن مكتب استقبال الملفات تبدأ مراحل تأمين البطاقة الرمادية لجميع أنواع السيارات، حيث يتم التأكد من تطابق معطيات الملف مع ما دونته سجلات الجمارك ليتجاوزه إلى مرحلة دفع الرسوم لشباك الخزينة العامة،
ومن هائل التسجيل فالترقيم الذي أصبح تلقائيا حسب تراتبية الملفات في الجهاز. بعد كل هذه المراحل يتأكد مدير النقل من دقة المعلومات السابقة للملف ليتم توجيهه في النهاية إلى المدير العام للنقل البري، حيث يجهزه هذا الأخير بعد تمعن لتتم إحالته إلى الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة لإصدار الوثيقة في شكلها الجديد. هذه العملية محددة 48 ساعة، 24 ساعة منها عندنا احنا هنا عند إدارة النقل، بعدين يجينا الملفات من شور الجمارك، و24 ساعة الثانية لاهي تعود شور الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، وجزاد مولي هم يقبلوا وقت موفيها. عندي لين توه يودي الصباح مولاه يجي يقبل. طالبين من المواطنين أن يفهموا أن هذه عملية، أنها عملية مهمة لهم وللجميع، بهي اللي حد قبل بطاقة لكن وكالة أنت عنده يطمئن هو من نفسه على بطاقته ما تلحد مفزورها ولا تلحد مخسرها ولا تلحد يطلع على معلوماته ولا تلحد به له أمنت. وهذا قال لي على أنها عملية جبارة ومهمة، ويلا المواطنين يفهموها ويلا يجوا كاملين ومش معنا مش مع الدولة هذا هالي صلاح اللي مبارك معه اللي هي هذا من أساس من أهم صلاح قد يعدل هاي وقت العملية اللي هو اللي أعطيناها هذا الحجم اللي هو وجه الأمين العام وجه المدير العام لمنتهبه اللي بين أهميتها دور الناس أفهمه ورانا ما اللي محسين الناس بها إنها راهي من عندي دقائق اللي نتكلم فيها إنها عادت جارية وهي اللي خالق هذا. ويتم تسليم البطاقة الرمادية لصاحبها بعد الإصدار عن طريق الإدارة العامة للنقل البري بوزارة التجهيز والنقل، ويشكل إدخال هذه الوثيقة في النظام البيومتري حاجزاً في وجه التزوير والتلاعب بالوثائق الوطنية. نظم المركز الموريتاني لتحليل السياسات بالتعاون مع البنك الدولي حلقة نقاش حول قطاع البيطرة كعامل نمو شامل في موريتانيا، وتدخل حلقة النقاش الحالية ضمن نشاطات المركز الرامية إلى تسليط الضوء على القطاعات الحيوية في البلاد وسبل إسهامها في تحقيق النمو الشامل. قطاع البيطرة كعامل نمو شامل في موريتانيا هو موضوع هذه الندوة النقاشية المنظمة من طرف المركز الموريتاني لتحليل السياسات بالتعاون مع البنك الدولي. تميز انطلاق الندوة بكلمة لمستشار الوزير الأول منسق المركز الموريتاني لتحليل السياسات، أكد خلالها أن تنظيم هذا النوع من الندوات يأتي لإثراء الحوار حول مواضيع ذات أهمية وطنية لتعميق التفكير وتقاسم المعلومات حولها. هاي النقاشات اللي هي تشخص أمور معايير علمية وتعدك تشخيص بذق عنه بعض الحلول تقترح على الجهات المعنية. قررنا أن هاي النقاشات تم عدوها إن شاء الله في الوسط الجامعي ياك يعودوا الطلاب على علم على دراية بالمشاكل المهمة في الوطن، يعودوا عندهم عليها يقدروا يتبادلوا فيها الآراء مع خبراء في الميدان، تعود بداية علاقة بين المهمة والعمل، ما يعودوا الحين واحد ما يتعرف على المشاكل في البلد والمشاكل المطروحة والأقساط الأساسية في الحيوية، يعود ذات عاد على سوق العمل، يرطب في البداية ويقدر يحث بعضهم على اختيار اختصاصات فيها فرص أكثر من اختصاصات أخرى. الممثل المقيم للبنك الدولي في بلادنا السيد لوران مسلاتي قدم عرضا حول أفضل التجارب الناجحة في مجال التنمية الحيوانية على المستوى العالمي كالتجربة في دول أمريكا اللاتينية والكاريبي البرازيل نموذجا. وقدم مدير الدراسات والبرمجة والتعاون بوزارة البيطرة الدكتور أحمد سالم العربي رؤية قطاع البيطرة لتطوير الثروة الحيوانية في أفق 2025، محدداً هذه الرؤية في ثلاث نقاط: تثمين نظام الرعي التقليدي، تكثيف الإنتاجية والقيمة المضافة، وتأهيل وزيادة مهنية الفاعلين في القطاع، واعتماد البحث العلمي لتنمية الثروة الحيوانية. وبدوره قدم الأمين العام للاتحادية الموريتانية للمنمين أحمد الوليد عرضاً تناول فيه واقع التنمية الحيوانية في البلاد، مؤكداً على أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يتطلب رؤية تنموية واضحة ترتكز على القيام ببرامج طموحة لدمج هذا القطاع في الدورة الاقتصادية من خلال الاستغلال الأمثل للمنتجات الحيوانية بشتى أنواعها. وفي ختام حلقة النقاش هذه علق مسهل الندوة الدكتور أحمد وراوي الحي على مجمل العروض والمداخلات محددا أبرز المحاور التي طالها النقاش. جدير بالذكر أن الندوة الحالية تشكل بداية لسلسلة من الندوات أقرها المركز الموريتاني لتحليل السياسات
وتشمل مجمل القطاعات التنموية. في إطار تعزيز وتطوير مجال الخدمات الطرقية، افتتحت في مقاطعة مبود بولاية غرغل محطة للنقل الطرقي، وذلك بإشراف رئيس سلطة النقل الطرقي والسلطات الإدارية والأمنية في الولاية. مقاطعة مبود بولاية غرغل منها اتخذت سلطة تنظيم النقل الطرقي مرتكزا أساسيا لتسيير قطاع النقل الطرقي في أرجاء الولاية. موقع مقاطعة مبود كنقطة وصل لولاية غرغل ما بين ولاية قديماغة والبراكنة جعلها على قدر التحدي، فجاء تدشين محطة النقل الطرقي بالولاية. إن وجودنا اليوم في هذه المحطة بمدينة مبود يعتبر ثمرة جهد كبير بذلته السلطة من أجل القيام بمسؤولياتها المنوطة بها، فهي استجابة لحرص فخامة رئيس الجمهورية على وضع أسس تنموية مستديمة تجعل من العنصر البشري أولوية لها وسبيلا لتحقيقها. وفي هذا السياق يدخل إنشاء هذه المحطة من بين محطات أخرى شملت معظم عواصم الولايات. إن ترميم وبناء المحطات الطرقية يمثل أولوية استراتيجية السلطة، وذلك لتعزيز البنية التحتية للنقل والعمل على تنظيمه طبقا لتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز، وتطبيقا لسياسة حكومة معالي الوزير الأول المهندس يحيى الحدامين. المتحدث باسم الناقلين السيد الزين والبلال شكر السلطات العمومية على تدشين هذه النقطة، معتبرا أن تسيير وضبط النقل عامل أساسي لتوفير خدمات النقل وتأمين المسافرين. رئيس سلطة تنظيم النقل الطرقي السيد بالخير والبركة تجول رفقة الوالي المساعد ولاية غرغل السيد محمد محمود الفال والسلطات الإدارية والأمنية في الولاية في أروقة ومكاتب المحطة التي تشتمل على محلات لتخزين البضائع وأماكن لراحة المسافرين ومرآبا للسيارات. وكانت سلطة تنظيم النقل الطرقي قد باشرت ضبط وتسيير النقل الحضري وفق أسس وضوابط قانونية وإدارية محكمة. في وقفتنا الاقتصادية نرحب بمحمد والبديدي. مرحبا محمد. خير سميل أحمد. البنك الدولي متفائل بنفسه بشأن الاقتصاد الصيني. فعلا هناك ارتفاع للنمو الاقتصادي الصيني العام الحالي بنسبة 6.8%. سنتابع ذلك في المؤشر الاقتصادي لكن بعد الفاصل القصير بحول الله. أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي، ونبدأه بأسعار أهم العملات العالمية مقابل الأوقية حسب بيانات البنك المركزي الموريتاني. ارتفعت أسواق النفط مع تلقي الأسعار دعما من توقف خط الأنابيب فورتيس في بحر الشمال وقيود الإنتاج الطوعية التي تقودها منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، لكن ترامي الإنتاج في الولايات المتحدة كبح المكاسب. وسجلت العقود الأجل لبرميل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 57.35 دولار مرتفعة بنسبة 0.3% عن سعر التسوية السابقة. وزادت عقود خام القياس العالمي برنت 2.2%. رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في العام الحالي إلى 6.8%، وأبقى البنك توقعاته للنمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين للعام 2018-2019 دون تغيير عند 6.4% و6.3% على التوالي نتيجة سياسة نقدية أقل تسييرا وجهود الحكومة لكبح جماح الائتمان وفرض قيود على الأقراض. فيما لنتابع جديد أهم الأسهم والمؤشرات في الأسواق المالية العالمية.
الموجز الاقتصادي انتهى، لكن نشرة الثامنة ما زالت متواصلة، صحبة زميلي أحمد والحسن الذي تلتقونه بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. تتواصل الاشتباكات ميدانيا بين القوات السورية الموالية للنظام وفصائل المسلحين التابعين لتنظيم الدولة، وتفيد المعلومات بأن القوات الحكومية السورية استهدفت بالقذائف والرشاشات الثقيلة مناطق في حي التضامن ومخيم اليرموك جنوبي العاصمة دمشق. وأضافت مصادر أن الطائرات السورية جددت غاراتها وقصفها بالصواريخ والبراميل المتفجرة على ريف حماة شمالي، حيث طال القصف عديد البلدات في المنطقة. قتل 4 مسلحين تابعين لتنظيم الدولة وأصيب 5 آخرون بجروح خلال العمليات الأخيرة التي نفذتها القوات الأفغانية في إقليم نانغرهار شرقي أفغانستان. وذكر المكتب الإعلامي لحكومة الإقليم في بيان له أن المسؤولين قتلوا أو المسلحين قتلوا في منطقة خوجاني بالإقليم في إطار عمليات يتم تنفيذها حاليا في المنطقة. وأشار البيان إلى أنه تم تطهير ما لا يقل عن 4 قرى من مسلحي تنظيم الدولة. المنتخب الوطني للمحليين يواصل استعداداته، ومحمد والطلحة يلتحق بنا لتقديم التفاصيل. مرحبا محمد. مرحبا أحمد، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الفقرة الرياضية بعد الفاصل. جديد. إذن كما أسلف زميلي أحمد الحسن، يواصل المنتخب الوطني للمحليين تدريباته الميدانية ملعب المرحوم شيخ أول بيدية، وذلك بعد انتهاء معسكره التدريبي الذي أجراه الأيام الماضية بمدينة بور السنغالية. وسيغادر المنتخب الوطني يوم 27 من الشهر الجاري إلى تونس، وذلك لإجراء معسكر تدريبي ثالث قبل أن يغادر من تونس إلى المغرب، حيث سيشارك هناك في نهائية كأس أمم إفريقيا للمحليين. ومن المقرر أن تكون المواجهة الأولى للمنتخب الوطني في 13 من الشهر المقبل ضمن المباراة الافتتاحية لهذه البطولة، وذلك أمام منتخب المغرب المضيف. قرر نادي الجيش الذي هبط الموسم الماضي للدرجة الثانية الاستعانة بالمدرب الشاب حسن كمارا من أجل التحضير للبطولة الموريتانية التي تنطلق بعد أسابيع. ودخل الفريق في معسكر تحضيري بمدينة وادي بو، خاض خلاله مواجهة ودية ضد سليم فاز فيها بهدفين لواحد. يشارك المنتخب الوطني لكرة اليد في منافسة بطولة إقليمية ستقام بالمملكة المغربية منتصف الشهر المقبل. وتعمل الاتحادية الوطنية لكرة اليد من خلال معسكر تقيمه في دار الشباب الجديدة التحضير الجيد لهذه التظاهرة الرياضية الدولية. نهاية أخبار الرياضة بعد الفاصل، تلتقون أحمد والحسن. بالرياضة تنتهي نشرة أخبار الثامنة، تابعتموها عبر الموريتانية وتابعتم فيها. رئيس الجمهورية يستقبل بالقصر الرئاسي الأمين الدائم لمجموعة الخمس في الساحل. الجمعية الوطنية تصادق في جلسة علنية على مشروع قانون التأهيل من أجل تغيير قاعدة الوحدة النقدية للعملة الوطنية. بلادنا تخلد اليوم العالمي للغة العربية وتكرم عددا من الشخصيات الثقافية المهتمة بلغة الضاد. الأخير هو موضوع حلقة تحت الضوء التي تأتيكم بعد هذه النشرة مباشرة مع سعيد والحبيب، إلى اللقاء.
بعث واتساب من يومين إلى ست أيام من دون كونكسيون واتسابك تمام تواتسابي مع أهل الدشرة والأخيام باس 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 واتساب باس واتساب حصري الموريتيل أكتيفي باس واتساب وعجل شاتي ومشي فوكالات للكل باس 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 واتساب تمتعوا بالواتساب بدون اشتراك بالإنترنت حصرياً عند موريتيل. باس واتساب لموريتيل متاح بثلاث صيغ: باس يومين بمئتين أوقية، باس أربعة أيام بثلاثمائة أوقية، باس ستة أيام بخمسمائة أوقية. لتفعيل باس واتساب اضغطوا نجمة واحد اثنان ثلاثة نجمة رمز التعبئة نجمة خمسة مربع. باس 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 واتساب. موريتيل، عالم جديد بين يديك. للمنزل لا شيء أكثر فعالية من عرض ديو. مع عرض ديو من موريتيل لا حدود للهدف.